من مباراة النادي الأهلي والأداء المميز اللي ظهر بيه، نقدر نقول قبل ما ماتش نادي الزمالك يبدأ اتحطت الضغوط على الفريق، ان انت دلوقتي بتحاول تنهي الثلاث ماتشات الاولى بالنسبه لك، لان مباراه النادي الزمالك كانت في اطار الجوله الرابعه، كان اكيد في محاولات واهتمام كبير جدا ان المباراه تنتهي برضو بالثلاث نقط علشان تكون بتريح قبل فتره التوقف اللي جايه دي، وانت حاسس ان انت تمام ومحقق العلامه الكامله. الضغوط دي ظهرت جدا على مستوى كل لعيبه نادي الزمالك في مباراه امبارح. الحقيقه المباراه الثانيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي كان فيها إثارة كبيرة جدا وكان فيها ندية عالية، كانت بتقام على ملعب المقاولين العرب في الجبل الأخضر، جمعت ما بين نادي الزمالك وأمبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. اتقدم زيزو لنادي الزمالك بضربة جزاء في نهاية الشوط الأول، وتعادل كالوشا لأمبي في الدقيقة 83 من عمر المباراة. الشوط الأول حدث ولا حرج عن إهدار فرص كتيرة جدا، فرص سهلة ضيعها نادي الزمالك بشكل كبير جدا، أكتر من فرصة كان عنده امتلاك للكرة، وكان عنده بنتكلم مثلا عن حوالي 7 ركنيات كان يقدر يخرج من الشوط الأول متقدم بأكتر من هدف، ده غير ركلة الجزاء اللي صنعها مصطفى شلبي في آخر المباراة وترجمها أحمد، أو في آخر الشوط الأول وترجمها أحمد سيد زيزو في المرمى. دي كلها حاجات يعني بتؤخذ على لعيبة نادي الزمالك، والجملة الشهيرة اللي بيضيع بيستقبل، ده اللي حصل بالظبط. وحتى لو انتهى الشوط الأول بهدف واحد، الشوط الثاني بقى كابتن أحمد كشري قدر إن هو يكون بيعدل كتير من خطة لعبه، وكان أفضل وأكتر كمان خطورة على المرمى بفضل تحركات رفيق كابو وإريك تراوري وكمان مصطفى شكشك. سجل التعادل من رأسية أحمد كالوشا برغم تغييرات مستر فيريرا في الشوط الثاني بنزول زكريا الوردي، لسه ما بينش أي حاجة للاعيبة نادي الزمالك كإضافة ولا كالجمهور إن هو يكون في ثقة ما بينهم. شيكابالا كمان يعني الوقت ما أسعفوش المتبقي في المباراة إن هو يكون بيسجل هدف أو أي حاجة تزود من يعني فرص نادي الزمالك للخروج من هذا اللقاء بنتيجة إيجابية مستريحة، عشان يكون بيفقد نادي الزمالك أول نقطتين في سباق المنافسة، وبتستقبل شباكه أول هدف ليه في بطولة الدوري. طبعا يعني الساعات اللي فاتت جمهور نادي الزمالك كان يعني متضايق جدا من هذه الخساره، توقيتها زي ما بقول لحضراتكم بعد السوبر مباشره قبل توقف هيكون لمده يعني لمده، ازاي هيكون بيتم التعامل بقى، لا احنا يعني كجماهير بقى عايزين نبدا نشوف مشوارنا في الدوري هيكون ماشي ازاي. دي كلها طبعا حاجات، ولكن بنبارك للكابتن احمد كشري اللي ظهر في الشوط الثاني بشكل مميز جدا، وده دايما اللي بنتمناه ان نشوف نديه في كل المباريات، وما يبقاش الحسم متوقع بالنسبة لنا في كل مباراة بنتابعها للأندية زي الأهلي والزمالك أو بيراميدز حتى، أو كل نادي يعني كبير ومتألق في بطولة الدوري طول الوقت تكون الفرص متاحة لأي نادي بيجتهد وبيعمل اللي عليه إن هو يكون ممكن يحقق نتيجة مفاجأة. وده حصل امبارح، لأن الشوط الثاني كان يستحق فعلا نادي أمبي إن هو يكون بيحقق نتيجة إيجابية على حساب نادي الزمالك اللي لم يوفق وأخفق بشكل كبير جدا. حتى مستر فيرا يعني في بعض التغييرات بتؤخذ عليه بشكل عام، ممكن نتكلم ده عليه بالتفصيل يعني في فقرتنا التحليليه. نروح بقى لترتيب الدوري بعد نهايه الجوله الثالثه. احنا لسه في الاول، ولكن الاهلي في الصداره برصيد 9 نقط، والاتحاد السكندري كمان في المركز الثاني بنفس العدد من النقاط، الزمالك في المركز الثالث برصيد 7 نقط، وغزل المحله في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط. خلينا بقى نقول لكم ان احنا عندنا فريقين ما خسروش ولا مباراة لحد دلوقتي، وهما الأهلي والاتحاد السكندري كمتصدر وكوصيف، وفريقين برضو ما حققوش أي نقطة لحد دلوقتي، وهما النادي الإسماعيلي واللي لعب مباراتين وخسرهم، وأسوان اللي لعب 3 ماتشات وخسرهم. عندنا بقى كمان 8 فرق ما حققتش أي فوز لحد دلوقتي، نتائجها ما بين خسارة وما بين تعادل، وهم المقاولين العرب وبيراميدز وسموحة، أمبي، حرس الحدود، الداخلية، الإسماعيلي وأسوان. وأكتر فريقين سجلوا أهداف لحد دلوقتي هم النادي الأهلي والاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف، وأكتر فريقين استقبلوا هم أمبي والداخلية برصيد 6 أهداف برضو.
يعني ده الشكل العام كده لجدول الترتيب من احصائيات وارقام بعد انتهاء الجوله الثالثه. بعض من الانديه لعبوا مباراتين بس، وفي البعض لعب ثلاث لقاءات، ولكن احنا طبعا المشوار لسه في اوله. ولكن انا على المستوى الشخصي بشوف انه البدايات بتكون فارقه مع انديه معينه. يعني ممكن نادي زي نادي الزمالك الموسم اللي فات بدايته في الدوري ما كانتش احسن حاجه، ولكن قدر ان هو يعود مره ثانيه للمنافسه مع اخفاقات النادي الاهلي، فالدنيا ظبطت شويه. ولكن الانديه اللي بتبقى بتعاني، اللي هي انديه ما عندهاش الامكانيات الكبيره قوي وبتعاني من بدايه المشوار، للاسف بتتاثر، وكل نقطه بتفقدها ممكن تكون يعني بتكلفها كتير. في الفقره بقى اللي بنوصل لها مع اخر الدوري اللي بتفرق نقطه وماتش علشان تكون بتهرب من الهبوط. فتره التوقف كمان اللي جايه دي، ايه الانديه اللي ممكن تستغلها؟ لانه هي فتره مش قصيره ومش طويله قوي، ولكن ممكن يحصل فيها شويه شغل على الاقل، تقف وتهدى كده وتبدا من اول السطر تشوف ايه اللي ممكن تشتغل عليه. هنشوف برضو لو في انديه قدرت ان هي تكون بتغير بداياتها، لو كانت مش احسن حاجه الانطلاقه ممكن تكون افضل شويه مع استكمال الدوري بدايه من يوم 18/11.